سنة بمناسبة الفلوس جايب لك ضيف كله فلوس. الأستاذ ريمون مقار. أيوة. منتج مسلسل جبل الحلال. متهيألي ممكن يقول لنا كده يعني على تجربة نرمين الفقي في المسلسل. مساء الخير يا أستاذ ريمون. مساء الخير يا أستاذ ممتاز، أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله، شكرا للمشاركة معنا في الحوار ده. بالعكس، ده شرف لي إن أنا أطلع معاك في البرنامج. ألف شكر. والنهاردة إحنا مستضيفين نرمين الفقي وبنحتفل بيها لأنها قعدت غايبة فترة طويلة وبعدين رجعت للشاشة من خلال جبل الحلال، فقول لي كده دورها والتعامل معاك كمنتج للمسلسل. يعني انت بتحتفل بقى بالسندريلا بقى يعني. ميرسي يا ريمون، ثانك يو. يعني نرمين دي من الممثلات القماشة المحترمة جدا. طبعا ممثلة جامدة، ممثلة بتحب تركز جدا طول الوقت، بتشتغل على الورق بشكل محترم، ما بتعملش مشاكل في التصوير، يعني مريحة من الممثلات اللي انت تحب تشتغل معاهم. طبيعي. ملتزمة جدا، وده اللي بيهمني كمنتج، يعني ان يبقى معايا ممثل من طراز محترم وفي نفس الوقت مركز في شغله وملتزم، ده اهم حاجة. صحيح. الترشيحات كان قدامك كذا ترشيح اكيد، ولما نرمين وافقت اكيد برضو ده كان له واقع معين عليك. بص، هو مبدئيا الدور ده كان ليه طبيعة خاصة، لان هو كان دور يعني معمول ان هو هيظهر بعد فترة من الحلقات لحد ستار يعني. فكان من داي وان عندنا، كان من الترشيحات كانت نرمين من الاسامي اللي الاستاذ محمود عبد العزيز باقتراحها يعني. هو قال نرمين دي ممثلة جامدة جدا، تبتدي في الحلقات المتأخرة شوية فتجدد، وده حصل فعلا، في ناس كتير جدا كانوا مستنيين ظهور نرمين. وده كان من عامل هو الفريش بلاد في المسلسل، يعني انك اتجددت الدم، يعني ده بقى الصراع بين كين وبين ابو هيبه وكده، لا ظهرت يعني عملت حاله من اللطافه كده في المسلسل يعني. وطبعا اكيد مساله انها ما بتشترطش اسمها يبقى ايه في التتر، ولا انها يعني لسه بتقول لي دلوقتي انها بتمضي معاك اجر على بياض، فده بالنسبه لك كمنتج اكيد ده عنصر مريح قوي. هو المسألة إن المنتج يبقى مقدر الفنان اللي معاه، يعني هو الفنان اللي ما بيطلبش، يعني هو عارف قدره كويس قوي. عارف إنه هيتحط بشكل محترم، لأن هو البني آدم اللي بيقعد يشترط ويقول وخلي بالك وبتاع، ده مش واثق في نفسه. نرمين ما قابلتش المشكلة دي معاها خالص، مضينا وما قالتش أي حاجة، وأعتقد إن الشركة كانت برضو يعني عملت الشكل اللي يرضيها ويرضينا كشركه ويرضيها كنجمه. ده حقيقي، وصرفوا على المسلسل جامد جدا. وكان في صرف عاده في السفر عاده ممكن مثلا في بعض الاحيان او في بعض المسلسلات ممكن يقول لك ايه، طب احنا هنصور مش عارفه فين، في شرم الشيخ، وناخد حته مش عارف. لا، هو الحقيقه صرفوا على المسلسل، يعني احنا صورنا في بولندا وقعدنا تقريبا اكتر من اسبوع، عملوا حاجات فيها العربيات اللي بتتحرق، في حاجات كتير قوي. فكان تصوير لايف، وده اضاف برضو لان الناس في الاخر عايزين يشوفوا صوره حلوه. يعني احنا زهقنا كمان بقى من الصوره اللي احنا عمالين نقدمها بشكل مش لطيف. لا، الحقيقه اهتموا جدا بالكالر كوركشن، اهتموا بالسفر، اهتموا التفاصيل الفنيه وصرفوا بجد عن المسلسل. كويس. استاذ ريمون مقار، هل عندك نيه للتعاون مستقبلا مع الأستاذ نرمين الفقي؟ هو مش بمزاجي. هي أثبتت في الدور إن هي لازم نشتغل مع بعض تاني. هو كانت بتتكلم على مسألة البرودكشن ومش عارف إيه، أنت بتتكلم في مسلسل لنجم كبير زي الأستاذ محمود عبد العزيز، واحد نجم الوطن العربي كله بيستنى شغله، فلازم الشركة اللي تنفذ ده تبقى فاهمة هي بتعمل إيه. إحنا كان عندنا يعني حاجة أساسية هي الكواليتي. طول الوقت كنا عندنا إزاي نبقى من بداية ما جينا نشتغل، قلنا إحنا لازم نبقى اسمنا الأضخم إنتاجا هذا العام. كتايتلز تتقال عننا يعني، من غير من إحنا منوجه ده. وده الحمد لله حصل بشكل كبير جدا. والحمد لله طبعا أنا سعيد جدا طبعا مع إن أنا اتعاملت مع النجم في حجم الاستاذ محمود عبد العزيز وكل الناس اللي شاركت، بما فيهم وفاء عامر ونرمين الفقي وطارق لطفي
والاستاذ اشرف عبد الغفور، الناس كلها فعلا الكاست ده ما اعتقدش ان هو هيتجمع تاني في مسلسل تاني يعني. ده فعلا طيب كاست يعني كبير، فعلا كاست محترم كاست قوي قوي ومسلسل عظيم. بشكرك جدا على المداخله مع برنامج مصر الجديده، المنتج ريمون مقار.